جلالة مستحيل. ها أنت ثانية تعارضني. كلا لا يا صاحبة الجلالة، ولكن هذا هو نظام الكون منذ الأزل. هذا أمر لا يهمني أيها المستشار. ولكن النظام يا لا تعاود الكرة الثانية. هلا شملتني بحلمك واتساع صدرك يا صاحبة الجلالة، أرجوك يا لماذا؟ الحقيقة إن كل فصل من الفصول الأربعة يحمل لنا هدية. الله، ما أجمل هذه الزهرة. النرجس البري، زهرة نيسان. النرجس البري؟ لم تسبق لي رؤيتها في حديقة القصر أيها المستشار. إنها زهرة برية لا تنبت في الحدائق يا صاحبة الجلالة، ولكني أود رؤيتها. سيحل شهر نيسان قريبا، وستتفتح هذه الزهرة في الغابة بعد 90 يوما. بعد 90 يوما؟ وهل تنتظر الملكة طول هذه المدة؟ ولكن أيا أريد أن تزدن بها المنضدة غدا في حفلة رأس السنة الجديدة. ما اسم تلك الزهرة؟ إنها النرجس البري. النرجس البري، أجل، النرجس البري. ها هي. ولكن هذا شيء مستحيل يا مولاتي. ذلك أمر لا شأن لي به أبدا، فليرسل رئيس الوزراء أحدهم للبحث عنها. من صاحبة الجلالة الملكة، سيزهر النرجس البري في ليلة رأس السنة، وستمنح الملكة كل من يأتي بسلة مليئة بزهر النرجس البري إلى القصر ليلة رأس السنة سلة مليئة بالنقود الذهب. سلة مليئة بنقود ذهب؟ نقود ذهب يا أمي، هيا أسرعي أسرعي، نقود ذهب. ماذا؟ النرجس البري؟ هل مقطفي زهرات النرجس البري؟ أنت تعرفين الغابة بشكل جيد، هيا هيا اذهبي وأحضريها بسرعة، هيا. أجادة فيما تقولين؟ لا شك أنك تمزحين، إذ كيف لي أن أجد النرجس البري ونحن في منتصف الشتاء؟ ولماذا أمزح؟ لقد سمعت بنفسي إنه سيزهر هذه الأيام. لا شك أن الملكة لن تمنح النقود من أجل النرجس البري المقطوف في فصل الربيع، أفهمتي؟ لذا سينال النقود الذهب من يحضر النرجس في الشتاء. البرد قاسٍ، أشعر أنه ينفذ إلى عظامي. سيشتد البرد أكثر من هذا. لم يتوقف الثلج بعد، البرد قارس. لا تتواني، فلربما يسبقك أحدهم ويقطف النرجس البري. لن يجرؤ أحد على الخروج وسط عاصفة كهذه، ومن الذي سيعود إلى بيته في طقس مثل هذا؟ وكيف لك أن تعرفي ما لم تجربي؟ اسمعي، نحن بحاجة للنقود لشراء الطعام، طعامك أنت يا أنا. حقا، نحن بحاجة ماسة للنقود يا أنا. هيا هيا خذي هذه السلة. يا لغبائك، هذه جديدة، ماذا سنفعل لو أضاعتها؟ هذه السلة القديمة تفي بالغرض. ما هذا البخل يا أمي، وما قيمة هذه السلة؟ فهي صغيرة الحجم. لما هذا التبذير؟ قد تخسر هذه السلة إذا ما فشلت. ها أنت قلتها بنفسك، فلا يمكن أن نجد نرجسا بريا في هذا الشتاء. ماذا تقصدين بذلك يا أنا؟ أتريدين أن أذهب أنا؟ أتوسل إليك. حسنا، سأمشي بالغابة حتى أموت من البرد. كفاك سخفا، فنحن قد عدنا من المدينة قبل قليل وقد نفذ البرد إلى عظامنا. أنا، هيا فقد حان دورك الآن، خذي السلة واذهبي بسرعة، هيا. وإياك والعودة دون أزهار، هيا هيا اذهبي بسرعة. ليتني لم أطلب منها الخروج.
وليتني لم أصرخ بأعلى صوتي يا أمي. كلامها صحيح يا ابنتي، فمن المستحيل أن تجد النرجس البري وفي مثل هذا الوقت من السنة. وماذا سيحدث لو أنها ماتت بردا؟ سنشعر براحة أكبر إذا فارقتنا. هذا صحيح. يا لك من فتاة فطنة. إلى جحورها. يا إلهي، ذئب، ذئب، يا إلهي ساعدني ذئب. يا إلهي لا أستطيع السير. لا شك أني سأموت هنا. أمي، أبتي. لم يسبق وأن أقدم أحد غيرنا على شيء كهذا. حسنا. ولكن هذه الطفلة المسكينة رأت النار فاقتربت لتتدفئ لنسمح لها بذلك. اقتربي، اقتربي يا صغيرتي. شكرا،
انني اشعر بالدفء من هنا. ما اجمل النار. ما الذي جاء بك الى هنا في منتصف الليل؟ لم اشأ القدوم، ولكن يجب ان اجمع بعض ازهار النرجس البري. النرجس البري؟ شيء مضحك، ها؟ ولكن لم يكن الامر هكذا قبل قليل. بفضلك استطيع الان ان اضحك يا سيدي. شكرا على استقبالكم لي، اذ يجب علي ان اذهب الان. شكرا لكم جميعا. انتظري لحظة، إلى أين أنت تذهبين؟